هذا. قلنا الأبيض واللون إيش؟ الرمادي. بعده بعد اللون الرمادي اللي هو اللون الإيش؟ إيش هذا اللون يا شباب؟ أزرق. 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 هذا. سماوي. ها ركزوا على الترتيب يا شباب. سماوي. بعده اخضر. طيب اي ولد اخضر هذا انت عملت الاخضر شوف الرياسه اللي هو هذا بس هذا شكله اللون بنفسجي واضح الاخضر قد عملته وذاها البنفسجي استاذ اين بنفسجي اخر واحد أستاذ. طيب احنا الان بدينا بالذي هو الارضي وش وقتك يا القبران بنفسجي ذا طيب بعده قلنا ايش هذا اللون ايش هو؟ رمادي. انت متأكد انه رمادي هذا؟ آه. طيب بعده؟ ازرق. ازرق صح؟ ايوه. بعده؟ اخضر. اخضر طيب اللي هنا؟ هو هذا عندك الاخضر. الاخضر طيب هذا اللي فوق ايش هو؟ ازرق. كيف ازرق؟ سماوي سماوي. هذا خلي اخضر هذا. هذا اسود بنفسجي اكيد. مع اللون اللي هو طيب بعده؟ ازرق فاتح. اصفر؟ بعد اخضر بعدين اصفر يلا يلا استمر استمر معنا اقول لك استمر كذا انا معك في الاخير يرجع يطلع عليك الاخير ايوه طبعا بعد بعد الاصفر هذا اللون برتقالي برتقالي بعد اللون البرتقالي احمر طويل لما غزا بعد اللي هو هذا هذا بني ايش لما غزا بني بعد البني اللي هو النوت كونكتر اللي هو ايش الاسود هذه التواصل الان توصل المنطقه هذه يكون بالشكل هذا المنطقه هذه بالشكل هذا نفس ما ورينا نرجع نشوف جهاز ال اتش تي سي على اساس يكون نموذج طيب بي سي 36100 يلا طيب هل انا التوصيل حقي صحيح نفس ما شفنا هنا ايوه طيب لا بس الأرضي خليه أول واحد. الأرضي أول واحد. الأرضي يعني كذا أيوة. عكس حق التوصيل أيوة. بالشكل هذا. طيب. بالشكل هذا بيكون التوصيل صح؟ وفي رجل هناك أي شيء. إذا على ما هو؟ طيب. لو شفتوا بس اللون الأصفر رقم كم؟ رقم 5؟ 1 2 3 4 5. رقم 6. هنا بيكون رقم كم؟ 1 2 3 4. نفس الستة اوكي اذا بيكون التوصيل بالشكل هذا يا شباب